خل نجمة الزيتون، الخل الطبيعي الأول في مصر، كل حاجة وليها خل. سلطة الدجاج مشوي بالكشتب، كشتب يا حودة. يعني عندي مثلا صدر الفرخة كده قسمته نصين، بعد كده أجيب الشاكوش بتاعي وأفرد بيه، بعد ما فردتها أتبلها بإيه بقى يا ستي؟ توم باودر، بصل باودر، شوية مستردة، شوية زعتر، ملح وفلفل، عصير ليمونة، بعد كده بعد ما تبلتها اروح جاي نشده من هنا، حاططها في الدقيق، ومن الدقيق للبراي اللي هو البيض ولبن، حطيتها في الدقيق ومن الدقيق للبيض واللبن، بعد كده من البيض واللبن للبقسماط، واضغط عليها بكف ايدي قوي، اضغط عليها بكف ايدي قوي، ده سماع عشان اخليها لونها حلو. لا خلي، اما هنشتغل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده اهو، تتبيله حلوه. نعم يا فندم. طيب عندي صدور دجاج مشويه، عندي خس كابوتشا، جزر مبشور، بيض مسلوق، ذرة، كرفس، للصوص عندي مينيز وكاتشب وزيتون شرايح، خل، ملح وفلفل. نجيب حبة كاتشب، الواد بيجيب لي الكاتشب كانوا بيغرفوا من الترعة. يا اخي ايه ده؟ ايه المساعدين دول؟ بيغب. حبة زيت زيتون، ادي شوية ليمون، شوية خل، ملح وفلفل اهو، نضربهم مع بعض كده. بقى قريب من الكوكتيل صوص، حط شوية من دول كده ونخلي شوية باقيين كده. كده سلطة اهي، كابوتشا، جزر، ذرة، زيتون، بعد كده ننزل بحبة صوص الأول كده، خل نجمة الزيتون، الخل الطبيعي الأول في مصر، كل حاجة وليها خل.